هل يمكنني إشعال نار أثناء التخييم؟ خلال فترة Fire Danger Period لا يمكنني إشعال نار أثناء التخييم ما لم أتأكد من انخفاض سرعة الرياح ومن إشعال النار في مكان مخصص ومعد بصورة صحيحة بعيداً عن أي شيء يمكن أن تشتعل فيه النيران. قبل المغادرة يجب إطفاء النار بالكامل، ولا يمكنني إشعال نار على الإطلاق أثناء التخييم خلال فترة Total Fire Ban Days. هناك المزيد مما تحتاج إلى معرفته عن إشعال النار بصورة قانونية أثناء التخييم. يرجى زيارة cfa.fig.gov.au/languages.